بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنبدأ شغل جديد تماما مع بعض، وهنعمله كده واحدة واحدة، وعايز الناس مركزة معي. هنشتغل إن شاء الله السيكوال أو الـ SQL سيرفر. طبعا الكلام ده كلام بقى اللي هو اللي بجد، يعني اللي بيشتغل عليه الشركات الكبيرة واللي بيشتغل عليه الناس الكبيرة، وما يمنعش ان حتى في شغلك العادي ممكن تشتغل بيه وهتلاقيه سهل جدا ومفهوش حاجة خالص. بس نبدأ كده واحدة واحدة مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة يا جماعة، أنا قلت لكم جهزوا لي الـ SQL سيرفر أهو، اللي هو 2008 R. ده 2008 R2، ده نزل في 2010، يعني يعتبر أكنه تبع فيجوال بيزك 10، ولكن ما يمنعش لو نزلته 12 أو 14 شغال معانا. برضو أنا دلوقتي نزلت الفيجوال بيزك 12، 10 شغال زي 12، مفيش أي مشكلة. المهم اعلى من كده انا لقيت 15، بقى الحاجات اللي في 15 دي تقيلة جدا وهتتعبنا، وبنوصل لنفس النتيجة، يبقى مفيش داعي نتعب نفسنا، وممكن نشتغل بحاجة فيها كل الامكانيات وفي نفس الوقت شغلها سهل مفهوش كعبلة. طيب بصوا يا جماعة، طبعا بالنسبة لتسطيب البرنامج والكلام ده، لو انتوا دخلتوا على اليوتيوب وكتبتوا بس كده تحميل البرنامج وتسطيبه، هتلاقوا ألف من شرح الكلام ده، تمام؟ فانت بقى بتبدأ معاه واحدة واحدة كده لحد ما توصل للمنظر اللي قدامنا ده. طيب احنا شفنا فتحناه ازاي. دلوقتي انا بروح كده على البداية SQL Server Management Studio، تمام؟ طيب هنبدأ بقى واحدة واحدة ونفسر الحكاية الاول. ايه وجدي دي وايه S2008؟ وانتوا بتحملوا البرنامج، عشان كده لازم يا جماعه ما ينفعش نيكست 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 اللي احنا متعودين عليها في البرامج العاديه، لا هنا الحكايه بتمشي واحده واحده كده. هنا هتلاقوا مكتوب وجدي. وجدي دي اللي هي اسم الكمبيوتر بتاعي. واحد يقول انا ما اعرفش اسم الكمبيوتر وبيتعمل ازاي، ما احنا قلنا كده واحده واحده ما تقلقش. طيب لما بنيجي احنا بقى بنسطب هنا في السيرفر بتاعي، انا سميته اس 2008، انت بتسميه اي اسم يعجبك، ولكن لما باجي هنا للسيرفر نيم على بعضه لازم اكتب اسم الجهاز وبعدين سلاش وبعدين اسم السيرفر اللي انت عملته، تمام كده؟ طيب تعال بقى نشوف اسم الجهاز وجدي ده. بصوا كده معايا عشان برضو لو حد لقى اسم مكعبل، لان هو في الغالب بيبقى متسمي ديسكتوب وارقام ياما قوي، كل ده ملهوش لازمة. هتجيلي كده على هذا الكمبيوتر وهتعمل كليك يمين وهقول له هات لي الخصائص. لما بتظهر الخصائص يا جماعه بتلاقوا هنا اسم الكمبيوتر زي ما بقول لك ديسك توب، وقدامه ايه شويه ارقام، وهنا برضو اسم الكمبيوتر الكامل هتلاقي نفس الكلام، وهنا مجموعه العمل برضو عشان يهمنا، عشان لو احنا بقى كبرنا الموضوع بعد كده وقلنا طب انا عايز اشتغل بقى من خلال شبكه محليه نقدر مع اصدقائنا نشتغل، او لو في شركه ممكن تتوصل الاجهزه كلها ببعضيها ويبقى في جهاز هو اللي معمول عليه الكلام ده والباقي كله بياخد منه وبيشتغل. فهنا ده المفروض ان هو ورك جروب، انا سميته وجدي جروب، سميه بقى انت زي ما تسميه، تمام كده؟ طيب المفروض الكلام ده بقى وهو على الاسم القديم حاجة، انا هنا اضغط على تغيير الاعدادات. طبعا ممكن ناس كتيرة قوي منكم تكون عارفة الكلام ده، بس انا من الاول كده عشان ايه نبقى شغالين واحدة واحدة. حاجة هنا على كلمة تغيير. بصوا يا جماعة هتلاقوا اسم الكمبيوتر اللي كان مكتوب الاول، اكتب انت هنا الاسم اللي يعجبك، وتعالى هنا على مجموعة العمل اكتب برضو المجموعة اللي تعجبك لحد كده، تمام؟ بعد كده بتقول له موافق. طبعا انت لما بتحط حاجة جديدة دي بتنور، فبتكتب موافق، بس لازم بتحتاج ان انت تعمل اعادة تشغيل تاني للكمبيوتر، عشان كده انا مش هعملها معاكو، انتوا بقى تعملوها وتحطوا اسامي سهلة كده عشان تبقى الحكاية سهلة، تمام؟ دي اول حاجة. احنا طبعا هنا انا خفيتها، ممكن بقى شايفين هنا كده جماعة هقول له connect object فهيفتحها لي تاني، ماشي؟ يبقى انا لو اختفت لاي سبب ما بظهرها من هنا. طيب هنا بقى بقول تاني ما ينفعش تكتب، يعني انت لو كنت مسميه السيرفر بتاعك اس 2008 وكتبتها على طول مش هيدخل معاك، لازم اسم الجهاز الاول وبعدين سلاش وبعدين هنا اسم السيرفر اللي انت اخترته. طب هنا عندنا حاجتين يا جماعه، هنا ده على الجهاز بتاعي، وهنا ده لو انا عايز اوصله باجهزه اخرى اقول له لا مش وقته بقى دي الحكايه دي خالص.
فاحنا هنسيب ده مطفي، لان احنا ده شغل برضو جاي بعد كده كبير. يعني انتوا كل ما هتشجعوني اكتر هكمل معاكوا اكتر، لان انا في الدرس اللي فات حسيت ان الناس مش متجاوبة، عشان كده ايه قلت بلاش بقى نكمل في الاوفيس، نخرج على حاجة جديدة ونشوف. لو الناس تفاعلت معايا ممكن نكمل الموضوع لحد الاخر. طيب هنا يبقى بتأكد زي ما اتفقنا من الكلام ده، وهقول له ايه كونكت. هنا عمل اتصال. بصوا يا جماعة هتلاقوا عندي هنا داتابيس، هضغط عليها زي ما انتم شايفين. انا هنا في عندي حاجة اسمها وجدي داتا، دي حاجة خاصة بيا انا كنت عملتها، وهنقول انا عايز دلوقتي اعمل داتابيس جديدة. اعملها ازاي؟ طبعا الحاجات دي خاصه بالبرنامج نفسه، هي اللي بتشغل البرنامج، احنا ملناش دعوه بيها. انا باجي هنا على الداتابيز وهنبدا نضغط كليك يمين، وهقول له اعمل لي نيو داتابيز. يبقى هضغط عليها. طبعا اسم الداتابيز حاجه مهمه بالنسبه لنا هنشتغل بيها. انا برضو عشان زي ما قلنا العربي والانجليزي انا ما بحبش اشتغل عربي، فعشان كده قلنا عشان ما يحصلش كعبله في الانجليزي فهنحط حرفين انجليزي. فقلت طيب ما احنا دلوقتي في الداتابيز ممكن نخليها مميزه فنحط دي دي، ونخلي التيبل مميز فنحط تي تي، ونخلي الكولوم مميز فنحط سي سي، او خليها ال ال افضل، يعني على اساس ان السي سي بيبقى واخده مساحه كبيره وشكلها مش حلو يعني. طيب تعالوا كده نبدا واحده واحده ونقول له انا دلوقتي عايز اعمل داتابيز، فحاجه كده اكتب هعمل دي دي الاثنين كبار كده، وهاجي في وسطيهم. وطبعا انا هعمل جدول واحد يا جماعه عشان اشرح عليه، هشرح عليه حاجات كتيره قوي. وبعد كده برضو لو انتوا عايزين ممكن نعمل برنامج برضو من 4 صفحات مثلا، وبعدين بعد كده لو عايزين نكبر الموضوع نكبر، عايزين نعمل اتصال 10 افراد ولا 20 نفر يبقوا شغالين في شركه على نفس البرنامج، ممكن نتوسع مع بعض زي ما انتوا عايزين. طب هقول له هنا Alt Shift بقى، وهقول له تعالى نسميه المبيعات. تمام كده؟ يبقى الداتابيز بتاعتي انا سميتها ايه؟ المبيعات. بصوا يا جماعه هنا هو حاطط لي في ملفين، انا عندي في ملف اللي هو ده العادي بتاعي، وفي ملف تاني بينتهي بلوج، وهنعرف برضه بصوا التفاصيل الكتيره دي ممكن نتكلم فيها لان احنا مش عايزين نضيع وقتنا. وهنا انا اللي يهمني برضه البرنامج ده محطوط فين، لان ده على فكره هو الجهاز نفسه بيبقى لاقط كل الكلام ده، يعني اكن ده بيبقى بيخش بيبقى اكنه جزء من الجهاز، لان اكن الجهاز بتاعي ده بيتحول الى سيرفر خادم بيخدم أجهزة أخرى. فعشان كده كل معلومة أنا بدخلها بتخش في مكان محدد وبتتظبط زي ما هنشوف مع بعض واحدة واحدة. فهنا بصوا في السي بروجرام فايل، وهنا مايكروسوفت اس كيو ال سيرفر، وبعدين هنا بلاقي بقى مجلدات كده موجودة أهو. المهم مجلد اسمه ام اس اس كيو ال وهكذا، وهنا 10 دي بتميز اللي هو السيرفر بتاعي اللي هو 2008 R2، لكن اللي بعد كده هتلاقوه مكتوب 12، واللي بعد كده مكتوب 14. ده 10 عشان بقول لكم اكنه الار 2 دي نزلت في 10، لكن في 2008 يعني سيكوال 2008 ده هتلاقوا هنا مكتوب 8 ماشي. وبعدين بخش منه على برضو ام اس اس كيو ال، وبعدين بخش على داتا بيتحط الحاجة اللي انا عملتها دي جوه الداتا. وبرضو زي ما اتفقنا الكلام ده هنشوفه مع بعض، هنشوف حاجات كتير قوي مع بعض، المهم ناخدها واحدة واحدة. وهقول له اوكي. طيب هنا ظهرت اهي مباشرة حاجة اسمها الايه؟ المبيعات. طبعا حطينا بين اتنين دي زي ما اتفقنا عشان الانجليزي. طب هنا بقى حاجة على الايه؟ على التيبل. عايز اعمل تيبل عادي خالص بقى زي ما احنا متعودين بنعمل تيبل في اي حته، هاجي اضغط عليه كليك يمين، يبقى سواء داخلي او تبع الاكسس او هنا كله بنفس الطريقه، ولكن تفاصيل بسيطه صغيره هنشوفها مع بعض. فبقول له هنا هنعمل نيو تيبل. بصوا كده يا جماعه المنظر اللي ظهرني هنا. اولا نيم تيبل هو مسميه تيبل 1، اقول له لا تعالى بقى احنا نحط كده برضو زي ما اتفقنا تي تي، وتعالى نكتب اسم التيبل هنكتبه برضو المبيعات، مش هيجرى حاجة ما هي كده بقى في اختلاف، وهقول له المبيعات. تمام كده؟ طيب
يبقى كده دي اول حاجة في التيبل. تعالوا بقى هنا عادي خالص، هنا العمود بتاعي اول عمود هسميه ايه؟ هسميه الكود. طيب هنا ممكن بقى عايزين تعملوه دبليو دبليو زي ما احنا متعودين، مفيش مشكلة، فهقول له هنا يبقى كل الحاجات هعملها دبليو 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 دبليو، وهاجي في وسطيها ونحول عربي كده، وهقول له اول حاجة هنقول الكود. طيب الكود ده المفروض ان هو بيبقى رقم، اقول لا انا مش هعمله رقم. تعالوا كده ناخد انفير شار، يعني دي عدد الحروف، فطبعا الكود يعني كفاية عليه 15 حرف، مش ما يتهيأليش هيزيد عن كده يعني، هو عايز تزود انت شوية يعني حسب انت المعلومات بتاعتك، ما فيهاش مشكلة. طيب بعد الكود احنا قلنا دي منتجات، انا قصد ليه منتجات؟ عشان العمليات الحسابية هعملها بطريقة مختلفة تماما عن اللي كنت بعمله قبل كده. تعالوا نشوف مع بعض كده www، وهقول له هنا مثلا اسم المنتج، طبعا ما ينفعش اسيب مسافات خالص، فهنعمل شرطة تحتية وهقول له ايه؟ المنتج. تمام، وهنيجي هنا برضو اسم المنتج هناخد دي، طبعا ممكن نسيبها كبيرة شوية ما فيش مشكلة، وهاجي بعد كده هقول له برضو www، وهنيجي في وسطيهم وهقول له العدد بتاع المنتج بتاعي ده، فهقول له طبعا العدد ده يبقى رقم، يبقى هقول له انتجر، وهاجي بعد كده برضو هنضغط كليك يمين وهقول له www، وهنيجي في وسطيهم سعر شراء، وهنا سعر الشراء هنقول له money اهو. طيب ونيجي برضو www وفي وسطيهم سعر البيع، وبرضو ده كده ايه. بصوا يا جماعه عشان ممكن تقابلكم مشكله، انا دلوقتي مثلا لو حفظت الجدول على كده وجيت اغير فيه حاجه مش هيقبل التغيير، مش هيقبل التغيير، عشان ما تيجي تشتغل انت وغيرت اي حاجه فمش هيقبل ومش هيعمل حفظ. فعشان ما يحصلش حاجه زي كده بصوا كده بالمره قبل ما ننسى، هنخش على التولز، هخش على الاوبشن ديزاينرز اللي هم المصممين، المصمم ده هضغط عليه، فبصوا هنا يا جماعه بيبقى هنا في متعلم علامه صح، بيقول لي ان السيفنج هنا ما ينفعش يتعمل تشينج. تمام، فلو حطيت علامه صح يبقى مش هيعمل تشينج خالص، هو طبعا المقصود بيها عشان ما حدش يلعب في البرنامج يعني، ولكن احنا في مرحله التصميم يبقى لازم اسيبه، ولو حبيت بقى خلاص البرنامج هديه لحد تاني ولا حاجه ممكن بقفل هذا الكلام، ولكن انا بسيبه مفتوح عشان اغير زي ما انا عايز. طيب هنقفل بقى دي خلاص لانها جاهزه معايا. هنا بقى بصوا يا جماعه الكود ده انا ممكن اعمله مفتاح، فلو ضغطت هنا كده ماشي يا جماعه يبقى كده فعلا كون لي الجدول اللي انا عايزه. واحد يقول لي طيب انت كنت بتعمل قبل كده جمله بيع وجمله شراء والربح، اقول لا بقى تعالوا نشتغل شغل صح. انا الجداول دي انا بعملها ليه؟ انا بعمل الجدول ده عشان واحد يدخل البيانات، تمام كده؟ طيب انا لما يدخل البيانات انا يهمه ايه؟ هو جمله بيع وجمله شراء، هو مش هيبص على حاجه في دي، امال بيبص عليها فين؟ في الاستعلام. يبقى انا كمان مفيش داعي ان انا اعمل في الجداول بحث ولا اي حاجه، ده مجرد مكان عشان ادخل منه المعلومات بتاعتي، يبقى مفيش حكمه ان انا اعمل الكلام ده، احنا كنا بنعمله بس عشان نبقى حاجه شامله وقدام عينينا كده وفرحانين بيها، ولكن دلوقتي احنا بنشتغل بقى الشغل الصح. يبقى بمنتهى البساطة كده يا جماعة أنا عملت الجداول، الجداول دي دورها الحاجة الوحيدة اللي هي إدخال المعلومات. بعد كده هنشوف في الاستعلامات هي اللي هحط فيها جملة شراء وجملة بيع وربح، وممكن حاجات أضيفها حاجات أشيلها زي ما أنا عايز. تمام كده؟ طيب بعد كده واحد عايز يقول لي طب أنا عايز أشوف بقى الشكل، لو انا عايز اضيف حاجات هنا على الجدول من هنا اعمل ايه؟ الجدول بتاع المبيعات، وهعمل كليك يمين فهلاقي الديزاين اللي هو التصميم اللي هو قدامي ده، عشان لو ما كانش قدامي وعايز اظهره هظهره، وهنا بيقول لي سيلكت توب 1000 رو، يعني اختار لي 1000 صف، وهنا هيقول لي 200 صف اللي هم ممكن اعمل فيهم تعديلات، وهنشوف لو حبينا ازود العدد عن كده مفيش مشكله. فانا هقول له هنا الكود ممكن اكتب واحد، انا طبعا هنا خليته بحيث ان انا لو بيبدا بزيرو او بيبدا بحروف، لان دي اكواد بتاعه منتجات فممكن يبقى فيها اي حاجه، ولو جيت على المنتج بقى تعالوا نحط بقى مثلا فواكه،
وتعالى نقول مثلا العدد، انا اكن ده ناس تجار كبار يعني، ادي 200 كيلو مثلا او بالاطنان زي ما انت عايز بقى، احنا يعني ايه بنشوف حاجات مع بعضينا كده. اقول مثلا الراجل ده جابه ب 30 جنيه، وهيبيعه مثلا ب 40 جنيه. بعد كده ممكن اقول له نمرة 2، انا طبعا هنا مش هيكرر طبعا الكود لان احنا حاطين له مفتاح، وهقول له مثلا مانجو، وهنا العدد ادي 300، وهقول له مثلا ان هو بيجيبه ب 40 وهيبيعه ب 50، اي حاجة يا جماعة زي ما انتم شايفين. طيب انا كده انشأت جدول عادي خالص زي ما انا متعود على انشاء الجداول، مفيش اي مشكلة. طيب بعد كده يا جماعة اقول له انا دلوقتي هعمل حفظ لهذا الكلام، يعني انا لو جيت كده من هنا وجيت عملت كليك يمين وهقول له ايه ريستارت، طبعا هو الجدول ده انا ما بحط معلومات دي بيحفظها مباشرة، هقول له نعم، بقول له يس تمام لحد كده. اتمنى يا جماعة ان انتوا يعني تستوعبوا معايا الحكاية وتكون سهلة بالنسبة لكم، تحسوا كده ان في تجديد، واتمنى الدرس يعجبكم ويكون سهل بالنسبة لكم، وعايزكم اول باول كده تشتغلوا معايا. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.